أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم. أثار نشاط القوى السياسية في الجامعات العراقية ردود أفعال واسعة خلال السنوات الماضية بشأن استقلال الحرم الجامعي، الأمر الذي خلق حالات احتكاك بين الطلبة وبعض القيادات السياسية، ما يؤشر استمرار هذه الظاهرة داخل الجامعات العراقية. في حلقة اليوم من برنامج شنو رأيك نتحاور معكم للحديث عن تأثير السياسة على التعليم الجامعي في العراق، سيكون معنا ضيفا كريما الدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في حلقتنا لهذا اليوم. وأيضا أحبتي يمكنكم متابعتنا من خلال موقع الحرة عراق وأيضا موقع ارفع صوتك وكافة التطبيقات على الفيسبوك وتويتر، وأيضا يمكنكم المشاركة في حلقة هذا اليوم من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة أو التي ستظهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بك دكتور، وأسألك يعني قضية النشاط السياسي في الجامعات يعني قضية قديمة، لكن هل هي مقبولة أم لا، وما هي حدودها، وما الذي حدث يعني الحقيقة في الديوانية؟ لا أحد يستطيع أو يجازف بالقول أنها ظاهرة مقبولة بصراحة. يعني عندنا استقلال الجامعات ويحتم أن تكون أسوارها حصينة وتمنع كل الظواهر غير الأكاديمية من الزحف داخل المؤسسة الجامعية. السياسة، الدين، الاقتصاد، الاجتماع، الحرب، كل هذه المعطيات هي حاضرة لدى مرتادي الجامعات سواء كانوا أساتذة وطلبة. ووظيفة الجامعة تعرف حضرتك ويعرف المختصون أنهم تقدم حلول للمجتمع وتعالج وتروض وتعيد تدوير كل الظواهر الطارئة على المجتمع. فلذلك المؤسسة الجامعية بصراحة من حيث المبدأ لا نستطيع عزلها عن البيئة التي أنشئت من أجلها الجامعة حتى تقدم خدماتها البحثية وبراءات اختراعها وتعيد ترويض كل الظواهر وتدويرها مرة أخرى للمجتمع من أجل قولبة كل الظواهر وفق أطر علمية صحيحة تخدم المجتمع. اليوم الظاهرة السياسية بصراحة شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى. نعم. ظواهر ضاغطة باتجاه الجامعة، وبالقدر الممكن يعني ما زالت وزارة التعليم العالي تنافح من أجل أن تبقى الجامعات محاطة ومحافظة على استقلالها، على حريتها الأكاديمية بالشكل الذي تبقي تفاصيلها، وهذه المؤسسات ضمن منظومة التعليم العالمية التي يؤشر على المؤسسة العراقية بكثرة التأثيرات. دكتور يعني الجامعة هي مكان لبحث قضايا مثل الدين، السياسة، الاقتصاد وغيرها مثل ما ذكر جنابك، لكن البعض يرى بأنها أصبحت مكانا للنفوذ أو النشاط السياسي. في أوقات سابقة، في سنوات سابقة مثل ما تفضلت في مقدمة جنابك، نعم كان هناك ثمت مساحة لهذا النفوذ، لكنها انحسرت. اليوم الجامعات بصراحة، مرتادو الجامعات وأساتذتها باتوا مهووسين يعني بصراحة بالحديث عن جودة التعليم وكيف نحقق مراتب عليا في التصنيفات العالمية. هذا الموضوع لم يكن موجودا بصراحة. اليوم الجامعات العراقية حقيقة يعني على مستوى مقبول، لديها حضور بالتصنيف العالمي، لديها مشاركات بأكثر من 3000 بحث في ضمن معامل التأثير في المجلات العالمية. كل هذه المعطيات هي أنتجتها الجامعة العراقية. نعم، لكن دعني أكون صريح مع حضرتك. يعني منذ عام 1980 وحد 2003 الجامعة فقدت استقلاليتها بسبب تأثير الأيديولوجي والسياسي الذي عبأ كل شيء في العراق والتي كانت من ضمنها المؤسسة الجامعية. طيب خلينا دكتور نسمع رأي أبو جعفر البلداوي من صلاح الدين وبعده أم علي من بغداد. تفضل عيني أبو جعفر نسمع رأيك. طيب مساءكم أخ أزمار وضيفك الكريم الأستاذ الفاضل حيدر ولجميع مشاهديكم ومتابعيكم. شكرا. بالنسبة للأحزاب وتدخل الأحزاب في الجامعات، احنا يعني نعرف الجامعات، جامعاتنا العراقية عريقة وخرجت يعني أشخاص راقين و
عباقرة من هاي الجامعات. أما بالوقت الحاضر الجامعة ليس مقر للأحزاب وليس تجمع للأحزاب، وهذا غير مقبول من قبل الأحزاب المتنفذة في الجامعات. الجامعة فضاء عام لكل شرائح المجتمع لكي يمتحنون ويبقون على اختصاصه ولكي ينجحون، وبالتالي هم أبناء الوطن. الجامعات جامعات وحرم الجامعة وعمادة الجامعة من أجل طلب العلم والمزيد من العلم. وأنا أشكركم وأشكر مشاهديكم وشكرا على شكرا أبو جعفر. شكرا لك. أم علي من بغداد، تفضلي أم علي. السلام عليكم أستاذ أزمر، تحية لحضرتك وضيفك. طبعا أريد أقول المؤسسات تبنى بالنظام والقانون والخبرة والكفاءة والاستقلالية والآهلية والتخطيط. اللي دا يحصل من تأسيس بالجامعة العراقية سبب الإدارات الأكاديمية العليا، إذا هي ما منظمة بأحزاب، هي محسوبة على أحزاب ودا تسمح بهذه الفوضى اللي دا تصير. اثنين، الجامعات العراقية مع شديد الأسف هبط مستواها العلمي، والعالم دا يراقب وانشال الاعتراف بها قبل فترة مو يعني ليست قصيرة. بال92 وقت الحصار الجامعات العراقية كان معترف بها دوليا، وجامعة بغداد رقم 14 بالتصنيف الدولي، كانت هاي وقت الحصار. الآن اللي حصل شيء مؤسف، وتعتصر قلوب الأكاديميين ألما ودما بسبب اللي حصل. اللي دا يحصل الوزارة يجب أن تخلي إدارات أكاديمية مستقلة كفوءة ونزيهة وجريئة. الكفاءة والنزاهة لا تكفي لوحدها، أم علي يجب أن تكون جرأة. نعم نعم أستاذ أم علي، هذه نقطة أو قضية الإدارات الحقيقة موضوع مهمة راح نناقشها مع ضيفنا اللي أثرتيها جنابك. والآن شكرا لك، وناخذ اتصال من أحمد الشمري. مهمة أخرى، إذا الجامعات بصيات بيها الحاجة اللي تباع بصيات باب المعظم 250 دينار، أي بس أستعجل فديها تنباع 35-40، هذه تحط من قيمة وهيبة المؤسسة الأكاديمية. الوزارة يجب أن طيب شكرا لك أم علي، ونعتذر لضيق الوقت، آسفين جدا. شكرا شكرا أم علي. أحمد الشمري من الحلة، تفضل عيني أحمد وباختصار لو سمحت. شلونكم عيني؟ شلون صحتكم؟ عليكم السلام، تفضل أحمد. تفضل أحمد، أنت على الهواء. أحمد أنت على الهواء. جنوبية. يعني إحنا بالنسبة لنا أكو هواي ضرب يعني دا يتعرض للطلاب يعني من أمن الجامعة، يعني إحنا لازم أكو قانون ينظم هذا الشيء. يعني ماكو اكو هواي ضرب، اكو هواي اعتداءات على الطلاب، يعني لازم يصير فد. منين هاي الاعتداءات؟ قانون يحمي الطلاب. منين؟ يعني ماكو هيك شيء، كل جامعه منين جامعة متبنيها جهه سياسيه ويضربون بالطلاب، يعني حتى صارت اكثر من مره وانطرحت الاعلام، بس السيد الوزير يعني ما هام الموضوع، ما ليش يعني الطلبه هو هنا غير جاي يحتج الطلاب. يعني الدراسه عندنا بالعراق الدراسه عباره عن حفظ وبس، ماكو فد شيء تطويري، ماكو فد شيء بحثي، ماكو فد شيء عملي، يعني بس دراسه عباره عن حفظ مناهج. الميزانيه مال تطوير الوزاره طيب. يعني وين بدها تصرف؟ احنا نسال مرات نسال، وبعدين ايضا يصير يعني يجي يمنا ايضا يجي للجامعه. طيب شكرا عيني احمد. احمد انا أشكرك جدا، خل نسمع رأي أيضا أحمد من الحلة، تفضل أحمد أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، أنت على الهواء أحمد، تفضل. عين أستاذنا العزيز ولو زحمة عليك، يعني إحنا ما دام دكتور حيدر موجود، إحنا طلاب الجامعة القادسية، يعني جامعة القادسية تعرضنا إلى ضرب وإهانة من قبل أحد الأحزاب السياسية اللي متمثلة أحد العصائب على كل حال. فعندنا هسه اثنين بحاله خطره، فاحنا الناشط وزير التعليم العالي يعني ينضرب هاي القضيه، لان رئيسه الجامعه حاليا ما سوت اي شيء. الو
نعم نعم الدكتور حيدر نعم. يوصلها لرئيس الجامعة لأن جاي نتعرف خاصة كلية القانون بالجامعة ورئيسة الجامعة يعني كأنما ما نفتي من عيش ولا تلتقي. طيب شكرا أحمد وأكيد سمعك الدكتور وراح يعقب على الموضوع لكن آخذ اتصال من الدكتور حيدر من النجف. تفضل دكتور. ألو السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. أهلا دكتور تفضل. الله يحفظك. بالنسبة لمداخلة الزميل اللي أو أحد الطلبة اللي دخل بأنه طلاب يتعرضون إلى مشاكل تهديد أو ضرب أو فد شيء هذا طبعا شيء مؤسف للأسف. نعم. وهذا يعزز قوة الطالب وضعف الأستاذ الجامعي لا سيما وأن اليوم نشوف للأسف تدخلات الطلبة بصورة يعني مكثفة من خلال الأحزاب من خلال الواسطات وهذا يرجع بالسلب على التردي الوضع العلمي. فإحنا نريد مناشدات من دكتور حيدر من السيد وزير التدخل القوي والفوري لإعادة هيبة الجامعة العراقية لإعادة هيبة الأستاذ الجامعي. نعلم جيدا اليوم هنالك حالات غش هنالك حالات استهتار مع لبعض الطلبة وليس كل الطلبة. بدأ الأستاذ يخاف على وضعه المعاشي بدأ الأستاذ يكون محددا من بعيد أو من قريب لذلك تردى الوضع العلمي لجميع الجامعات العراقية. هذا واحد. اثنين هناك مسألة جدا مهمة إلا وهي المستوى العلمي من قبل الأستاذ الجامعي. نعلم جيدا هناك دول أعطت شهادات إلى بعض المحسوبين على وزارة التعليم العالي وبالخصوص شرق آسيا دول شرق آسيا. هناك طيب. أحد الزملاء يروي طيب. أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه وقد سئل أثناء المقابلة التعيين فلم يعرف كلمة واحدة باللغة الإنجليزية وهذا لم يشهد لا عن قريب ولا عن بعيد بمستوى الجامعات العراقية وهذه كارثة. كيف يقف أستاذ أمام الطلبة وهو لا يدرك ولا يعرف معاني اللغة الإنجليزية؟ أقول أن هنالك يعني تدخلات سياسية تدخلات حزبية الواسطات. طيب دكتور أنا أشكرك جدا وأعتذر لضيق الوقت حتى يكون عندنا فرصة الجامعة العراقية لتكون بمستوى الجامعات العربية أقل تقدير وليس العالمية. وشكرا لك وللدكتور حيدر. نعم شكرا دكتور شكرا لك دكتور حيدر. أرجع لك يعني أم علي قالت السبب بالإدارات. أحمد الشمري من الحلة قال أكو حالات اعتداء على الطلاب وضرب يعني وأين ميزانيات التطوير. أحمد من الحلة يقول إحنا تعرضنا إلى الضرب والاعتداء وحكى عن كلية القانون ورئيسة الجامعة. وأخيرا دكتور حيدر. سيد الفاضل والأخوة المتصلون الفضلاء بصراحة ثمت معلومات غير دقيقة وردت يعني مثلا ما تفضلت به الأخت أم علي أنه نعم. الجامعات العراقية في التسعينات كانت الرابعة أو فتشي يعني بالتصنيفات العالمية. يعني أنا أخبر سيدة أم علي أنه نعم العراق في عام 1977 صنف ضمن أفضل نظم التعليم في المنطقة لكن من عام 1980 وحتى 2003 العراق خارج التصنيف. لم يدخل العراق للتصانيف العالمية إلا عام 2006 سيد الفاضل يعني للمعلومة. طيب. وحقيقة أنه توجد مقرات للأحزاب هذا حقيقة كلام غير صحيح. ماكو مقرات للأحزاب أبداً لا يسمح بذلك سيد الفاضل. نعم. وأما أحمد الشمري قال أنه ضرب أمن الجامعة في كل جامعة هناك يعني حالة ضرب يتعرض لها الطلبة هذا الكلام بصراحة يعني أسمع به المرة الأولى بصراحة. نعم. لأن هذا الكلام إذا صح فهو لا يسكت عليه يعني بصراحة. هذا الكلام ليس دقيقا ولا يوجد ظاهرة أنه الطلبة يتعرضون للضرب يعني هذا ممنوع بالقانون سيدي الفاضل. نعم. والقادسية نعم لكن مثلا صار أثناء زيارة رئيس الوزراء وهذا راح نرجع للحقيقة. نعم. دكتور يعني مثلا بعض حالات الاحتكاك بين الطلبة والأجهزة الأمنية نرجع له بعد أن نذهب مشاهدين الأكارم الآن إلى فاصل قصير. فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا. We'll be right back.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاكارم وبضيف حلقتنا الدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اهلا وسهلا بك دكتور. حياتي. دكتور نرجع الى القضيه اللي تحدثنا عنها بالجزء الاول. نعم. من حلقتنا اللي هي تعرض الطلبه الى الضرب والاعتداء، مثلا كان اكو احتكاك بجامعه الواسط بين حمايات رئيس الوزراء يعني والطلبة. نعم هذا تعرضوا إلى. نعم بصراحة الإشكالية التي حدثت في واسط في وقتها كانت خارج الحرم الجامعي. نعم يعني صار الاحتكاك عند مدخل الجامعة لدى مغادرة موكب. نعم. دولة رئيس الوزراء. نعم في الديوانية أيضا صار نفس المشكلة. الديوانية يعني حدث آخر بصراحة. نعم. يعني كان أحد شخصيات الحشد الشعبي قد دعي إلى حفل خاص بالحشد الشعبي وقد أثيرت بعض الهتافات ذات الطابع السياسي بالقاعة، فصارت هناك جدل ومماحكة بين الطلبة وحمايات الشخصية، وقد أحيل الملف بصراحة إلى التحقيق. واليوم يعني أكد وزير التعليم العالي في بيان أصدره اليوم قريته يمكن جنابك أنه بصراحة سيعاد النظر بكل القيادات الجامعية التي مطلوب تقييمها في ضوء تجربة استقلال الجامعات. حقيقة تجربة استقلال الجامعات واحد. نعم. من المؤشرات التي يعتمد عليها في تقديم أو في تقييم تلك القيادات، وأي إخفاق في هذا الملف بصراحة سيعاد النظر بتكليف تلك القيادات التي ربما لم تحافظ على استقلال الجامعات وتركت الباب مواربا أمام التيارات السياسية. نعم. للدخول. هو وزير التعليم العالي العيسى يقول عازمون على إعادة نظر بالقيادات الجامعية التي لم تحافظ على استقلال الجامعات. نعم بالضبط. يعني هو فعلا يعني هذا بمعنى من المعاني هو اعتراف صريح بأن هناك حالة من التسييس من قبل الإدارات اللي أثارتها أم علي. نعم هي العبرة سيد الفاضل أنه باستقلال الجامعات أنه توجد جامعة ذات أسوار أكاديمية تمنع دخول كل الظواهر غير الأكاديمية إلى الجامعة. هاي مسؤولية رئيس الجامعة والقيادات الجامعية الموجودة في تلك المؤسسات. بعض الحقيقة القيادات يتصور أن استدعاء الشخصيات الكبيرة بالدولة أو الشخصيات السياسية تمنحه ضمانة للبقاء أكبر قدر ممكن. نعم. في المكان، لكن بصراحة هذا يضر بمستقبل العملية التعليمية ويضر بأهداف الجامعة العراقية، فلذلك جاء تأكيد البيان هذا اليوم. فعلا سيعاد النظر بالقيادات الجامعية التي منحت هذا الاستقلال لكنها لم تحافظ عليه وخضعت لتأثير التيارات الاجتماعية والسياسية. ما يتعلق بميزانية الوزارة، سؤال يمكن من أحمد. نعم. الشمري قال أين تذهب ميزانية الوزارة؟ يعني أمام الرأي العام وأمام حضرتك أذكر أنه ميزانية الوزارة السنوية هي 4 أو 2 تريليون و. نعم. و400 مليار. من هذا الرقم يعني 2 تريليون و18 مليار هو فقط للرواتب، يعني لرواتب الجامعات في. نعم. ما يتعلق بالجانب التشغيلي والتعويضات الخاصه. طيب. بالرواتب. نعم. والباقي عباره عن ارقام بصراحه موجوده على الورق لا. نعم. يمكن تحويلها الى. طيب. الى سيوله نظرا للازمه الاقتصاديه. طيب طبعا مشاهدينا الاكارم وردتنا تعليقاتكم على البث المباشر. ابو حميد الحسناوي يعني ان يقول ان المؤسسه التعليميه هي بحد ذاتها مؤسسه مستقله لابد ان تكون كذلك، فالمعادله التربويه لا تقبل القسمه على 2، وهذه القضيه قضيه خطيره جدا اذا ما تمت اقامتها وفق الاهواء الحزبيه والفئويه الضيقه. كرار السريح يقول هذا الموضوع مهم واعتقد انتشر بكل جامعاتنا العراقيه من الشمال للجنوب، والمشكله هي السياسات والتحزبات، والحل هو جعل الجامعات مهنيه وبعيده عن السياسه التحزبيه والمحاصصه واداره الجامعات بطريقه الدوله وليس السياسه. خلينا نسمع ايضا ابو مهند من بغداد وبعده كامل من واسط. تفضل عيني ابو مهند خلينا نسمع رايك. السلام عليكم. تحيه طيبه لقناه الاعتدال والوسطية قناة الحر العراق وإلى ضيفك الكريم الدكتور حيدر العبودي. شكراً. سؤال موجه للدكتور. هناك تعميم. نعم. أو أمر تنفيذي إن صح التعبير من السيد وزير التعليم العالي بتخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء،
وعدكم هو الكتاب رقمه 4467 في 14/10/2016. لحد الآن ولا أي كلية أهلية مطبقة هذا الأمر التنفيذي. هاي تدل أنه هاي الجهات التنفيذية، الجهات اللي يفترض هي أنه مرتبطة بوزارة التعليم العالي، ما تطبق أي توجيه. عندنا نقطتين أقولها، أنه بعد أن وعد هؤلاء الطارئون على السياسة العراقية بعد 2003 وقتلوا كل شيء، قتلوا الزراعة والصناعة والتجارة والمستقبل والصحة والبيئة وكل شيء، وقد جاء الدور على قتل الرياضة العراقية والتعليم العراقي. فهناك طبعا سؤال كامل الدكتور أبو مهند، الله في عونكم. نعم أبو مهند، ما تستطيع. نعم أبو مهند، إحنا لضيق الوقت الحقيقة، أنت تحدثت عن مواضيع متعددة، يعني قضية الأجور الدراسية والهذا، إحنا لضيق الوقت نعتذر منك عيني ونشكرك. كامل من واسط، فضل عيني كامل. السلام عليكم. تفضل نسمع رأيك يعني، ولو سمحتم نبقى بموضوع حلقتنا. نعم تفضل أستاذ. أول شيء بالتعليم بالعراق فشل بصورة عامة، فشل بصورة عامة. ليش؟ أول شيء الطالب من يدرس ويتخرج مستقبلا لو يروح بقال لو يبيع سجاير على الشارع، لو يظل يفتر بالشوارع كل شيء مو عنده. ثاني شيء لا اكو احترام للطلبه، ولا اكو احترام للجامعات، ولا اكو احترام للبشريه. التعليم سقط بالعراق. ثاني يوم انت سمعت فيها بواسطه هاي قبل اسبوع، قبل اسبوعين ازيد من اسبوعين، اجت العبادي للجامعه يزورها، طلعوا جامعه انه مظاهرات يريدون حقهم، عشان ضربوهم بالدخان ومسيل الدموع والرصاص. استقبلوهم واربع جرحى وقعدوا من عندهم، وهم الطلاب كل شيء ما مسويين، مطالبين يريدوا يطالبون بحقوقهم. لا تعليم، لا كرامه، لا حق، لانه جامعات فاشلات روتين، والطلبه من يطلعون يطالبون بحقهم راح السنه يعاملوهم بالرصاص. اي متظاهر يطالب بحقه، كان طالب وكان غير طالب، يتعامل بالرصاص والدخان مسيل للدموع. فأين الحق؟ أين العدالة؟ أين المستقبل؟ لا مستقبل. أين تدرس الطلاب؟ تروح لو يبيع سجاير، لو بقال، لو عرف شيء. طيب شكراً كامل، نشكرك. نشكرك، نعتذر منك لضيق الوقت. وصلت فكرتك. ينضم معنا الآن الأستاذ حليم هاتف الأكاديمي في جامعة القادسية. أهلاً وسهلاً بك دكتور. يعني ما الذي حدث في جامعة القادسية لو سمحت؟ يعني أولا أحييكم وأحيي قناة الحرة باهتمامها بمواضيع المواطن العراقي. ما حدث في جامعة القادسية هو ليس وليد اليوم. شاهدنا منذ زمن طويل المواقف الكثيرة التابعة للمسؤولين في زيارات متعددة بأقلحتهم وسياراتهم المضللة، وسوف أعطيك مثالا على ذلك. أن عدد من أعضاء مجلس المحاضرة الديوانية السابقين واللاحقين هم طلبة في الدراسات الأولية أو الدراسات العليا، يدخلون إلى الجامعة مع حماياتهم وسياراتهم. لذا فإن هذا الموضوع تكرر بالنسبة للجامعة من جانب آخر. نحن نعي تماما أن العراق في هذه المرحلة أو الفترة الحالية يمر بظرف استثنائي، نتطلب أن يتوحد، تتطلب أن يتوحد في الجميع في ممارسة ومحاربة داعش الإرهابي بكل وسائل. الشيخ الخزعلي كان مدعوا وهو الآن يمثل واجهة من واجهات الحرب على داعش. في نفس الوقت كان من المؤلم جدا أن يتم التجاوز على الطالب بهكذا شكل وأن يغمر الطالب داخل الحرم الجامعي. ونحن نعرف تماما أن الكلية أو الجامعة هي حرم جامعي لا يمكن المساس به شأنه شأن حرمة أي مكان. طيب دكتور أسألك يعني أنت تحدثت عن قضية دخول أعضاء مجالس المحافظة بأسلحتهم إلى الجامعة، لكن أسألك يعني فيما يتعلق بالديوانية، هل انسحب الصراع السياسي من الشارع إلى الجامعة؟ نعم صديق، أغلب الأحزاب التي دخلت السياسة للأسف الشديد كانت منذ البداية تحمل شعارات مبهمة، أفكار وطروحات. هذه الشعارات كانت تحمل عنوان واضح بين هلالين وعنوان ديني، وكان المجتمع بشكل عام متحفز الى هذا الجانب، كون النظام السابق قد كسر
في هذا الجانب خاصة في مناطق الوسط والجنوب. بعد ذلك دخلت منطقة مختلفة لتغيير صورة هذا المشهد، حتى وصل الأمر أن هذه الجماهير في التظاهرات الأخيرة قد حرفت بشعار الدين، إلا أنها ذكرت باسم الدين في بعض التظاهرات باغور الحرامية. وتم اكتشاف زيت الكثير من هذه الأحزاب، لكن للأسف ما زال البعض بهذا الاتجاه، أما رغبة في الحصول على منصب معين أو حفنة من الدنانير. وقسم من هؤلاء هم جزء من شريحة الطلبة حتى محاولة التغيير تغيير تاريخ وثقافة العراق. دكتور، بدأنا نسمع بحرمنة وحرمنة التصوير والغناء، وهذا ما لا يتلائم مع مدينة العراق، مدينة العراق التاريخية وحضارته. فلا يمكن لي كأستاذ بتاريخ من جميلة دكتور أن أدرس مادة المسرح طالبا معين أن يتحدث تخلف وظلامية أكثر مما ينتمي للجمال والفن. دكتور لو سمحت سؤال أخير، يعني وباختصار، تشوف أكو نشاط علني سياسي داخل الجامعات؟ ما بعد 2003 يا صديقي، شهد العراق صراعات عدة بينها أطراف سياسية. يعني النشاط السياسي واضح لدى الجميع اللي موجودين داخل الجامعات، وللأسف الشديد بقية الصراع السياسية الطافحة على السطح، ليس على مستوى المكونات المحلية فقط، وإنما شهدت هذه الصراعات ما بين المكون الواحد. طيب، هذا من جانب. شكرا دكتور، أنا أعتذر منك لضيق الوقت، وأشكرك جدا وآسف لضيق الوقت واقترابنا من يعني موجز لما دكتور، أرجع لك أريد أسمع منك تعليق. يعني ما على ما ذكر الأستاذ، يعني باختصار بصراحة إجمالا، يعني أحداث جامعة وسط وجامعة القادسية في كل المكانين نحن لم نسمع مطلبا يخص الطلبة بصراحة، وإنما كانت هناك شعارات مسيسة، وأن يعني هذا يؤشر عملية أقحام الطالب في ملفات السياسة عنوة، وكأن الطالب يعني عملية يعني يدرك ذلك أو لا يدرك، المهم أن الطالب أقحم في ملفات سياسية مأزومة. ولم نسمع بصراحة سواء كان في جامعة واسط أو في جامعة القادسية أي مطلب يخص الطالب، لم نسمع مطالب تخص التعليم العالي. أنا أشكرك جدا دكتور، راح نرجع لكم ونرجع لك بعد موجز الأنباء، ابقوا معنا أحبتي. اهلا ومرحبا بكم جديد احبتي الكرام، وبضيف حلقتنا الدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، قبل ان ارجع لك وارجع لمشاهدينا الاكارم، وصلتنا ايضا تعليقاتكم على البث المباشر. ابو جنه العراقي يقول ان حدث ذلك فان التعليم للهاويه. داود اللامي يقول اذا كان منصب رئيس الجامعه والمناصب الاخرى خاضعه للمحاصصه، فكيف لا تصبح الجامعة ضمن دائرة الحركات والصراعات السياسية؟ وهذا طبعا تعليق مهم، راح أرجع لك دكتور. وأبو أحمد القرغولي يقول قرب الانتخابات وفرض القوة على الجامعات والتدخل في هذه المؤسسة التعليمية حالة خطرة، وستشكل مشكلة مع الهيئة التعليمية، ومن المحتمل أن تصل إلى التصفيات الجسدية والإقصاءات. المشكلة الحكومة لا ترد على هذه الفوضى التي خلفها أمين عام العصائب. أرجع لك دكتور وأسألك يعني حول ما يعني حول قضية دخول الأسلحة إلى الحرم الجامعي اللي أثارها الدكتور حليم، يعني شلون ممكن يدخلون أعضاء مجلس محافظة هم طلاب إلى الحرم الجامعي بحمايتهم؟ عفوا، إحنا ما يتعلق ب أنا يعني سمعت المداخلة الأخ الذي أستاذ حليم نعم، مو أشار إلى أنه أعضاء مجلس محافظة يدخلون بصفتهم طلبة مقبولين بالدراسات العليا. بصراحة هذا يعني أنا أشك في أصل المعلومة، لأن الموضوع أولا لا يسمح
لأعضاء مجلس المحافظات، أعضاء مجلس النواب، أصحاب الدرجات الخاصة، المدراء العامون، لا يسمح لهم بالدراسة بالدراسات العليا بصراحة، لأن هذا يخالف تعليمات الإجازة الدراسية، كونه مكلف بمهمة أخرى يتعارض مع الدراسة. فلذلك أنا أشك بأصل المعلومة التي أوردها. هاي نقطة. النقطة الأخرى بصراحة شديدة، هناك محاولة أو محاولات لسحب الطلبة إلى دائرة ارتباك، ولذلك تبرز بين الحينة والأخرى مطالبات لا تتعلق بأصل الاحتياجات التي يطالب بها الطالب. يعني نسمع مطالبات ذات طابع سياسي، هذا الموضوع هو عملية جر الطالب عن قصد أو دون قصد، إن كان يدرك ذلك أو لا يدرك، من أجل إرباك الجو العام والحصول على مساحة ضوء تخدمه في العملية الانتخابية. نعم. طيب، هو التعبير السياسي بالنسبة للطالب ممنوع يعني دكتور؟ أن يعبر عن وجهة نظره مثلا؟ المعتقدات السياسية محترمة، لكن ليست مسرحها الجامعة. يعني حينما يأتي ضيف مدعو إلى الجامعة ويبرز طالب وينادي بعبارة إيران برا برا، هذا يشكك بعراقيتي، هذا غير مقبول بصراحة. يعني هذا يعني عملية توجيه خطاب سياسي واضح المعالم، يعني تنادي به يعني تيارات سياسية واضحة. فلذلك احنا امام تحدي كبير اليوم، وزارة التعليم العالي ما زالت امامنا حقيقة تحديات كبرى، هو تحجيم التأثير السياسي على الجامعات، وهذا ما نحمل طيب عليه. خلي اسمع نظام عبد الحسين من الديوانية، تفضل عيني نظام. نظام إذا كنت تسمعني أنت على الهواء. نظام تسمعني؟ يبدو فقدنا الاتصال. أبو علي من البصرة، أبو علي تفضل عيني. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام عيني، أهلا بك وعلى ضيفك إن شاء الله المحترم. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا أستاذ. أنا هسه عجبني الدكتور، عجبني كلامه كلش طيب. يعني أنا هسه ضيف جاي على قناة الحرة، يعني ليش الهتافات هاي البايخة؟ يعني إحنا ليش نهتف ضد السعودية وضد إيران وضد الكويت وضد غيره؟ هذا ضيف جاي محترم، استقبله بكل خلق وأخلاق. يعني رئيس دولة العراق الكبرى إجا إلى واسط استخدموا لهم بعض الثغرات، تدري هذا الحماية عبد المامور، هذا الشخص حامي قناة الحرة، هذا الشخص حامي دولة رئيس وزراء، حامي شخص مقاتل مجاهد. يعني احنا نشوف كل احنا قيس الخزعلي، انا مو منتبع اي حزب، الله شاهد رسوله. بس هسه الدكتور عجبني كلام لطيف وحلو، اجاك ضيف ومدعو، حالي حال الضيافه. هسه احنا مرات يجي السفير الامريكي يقعد في صاله فندق الرشيد او في شيريتون ويحضر اي مؤتمر، يجي السفير الايراني، انا هسه اقول له ايران برا برا زحمه حز الباله. يعني إيران هسه هي واقع الحال سند رئيسي للعراق، أفضل من تركيا، أفضل من السعودية، أفضل من قطر. فهذا طيب. أنا كلام أبو علي. يعني الدكتور عجبني هسه، وجنابك أنت عجبتني بالخلق والأخلاق. أشكرك، أشكر لطفك، الله يحفظك أبو علي، أشكرك عيني، ونشكر اتصالك جدا. أحمد من بابل، إحنا نعتذر أبو علي ونعتذر من الأخوة كافة الحقيقة لضيق الوقت، وحتى نسمح بفرصة لسماع أصواتكم وآرائكم. تفضل عيني أحمد. السلام عليكم سلام. ألو أنت على الهواء. أنت على الهواء أحمد من بابل. أستاذ عزيز السلام عليكم. أستاذ عزيز موضوعكم وأنا أعتز به، وعندي موضوع ثاني أريد إذا أتطرق له. معني أستاذي؟ نعم تفضل تفضل تفضل. بالنسبة للموضوع مال المسوخة عقود وزارة الدفاع الداخلية، لحد الآن ما كان أي نتيجة. نعم. ألو؟ يعني ربما نتمكن من أن نخصص حلقة أخي أحمد مستقبلا. إحنا نشكرك ونشكر مساهمتك ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. معي الآن دكتور محمد الربيعي من كلية التربية جامعة بابل، عميد الكلية، أهلا وسهلا بك دكتور. تفضل خلينا نسمع وجهة نظرك ورأيك بما يعني نتحدث عنه. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ. أهلا دكتور، أنت على الهواء تفضل.
في الحقيقة أنا سمعت مداخلة الأخ المتحدث بخصوص دخول أعضاء مجالس المحافظات أو مسؤولين إلى الجامعات أو الكليات. إذا كانت الجامعة يعني سورها موحد وهي على طريق يعني على شكل كام فهنالك استعلامات رئيسية من غير الممكن أن يدخل سلاح. في الحقيقة اعتادينا أنه طيلة السنوات الماضية حتى الأمريكان لما كانوا موجودين كانوا يدخلون ويخفون أسلحتهم تحت أحزمتهم. وأعتقد أن المعلومة مغلوطة تماما كما قال أخي وصديقي العزيز الدكتور حيدر، تحياتي له من خلالكم، أن أعضاء مجلس المحافظة لا يقبلون والمدراء العامون لا يقبلون في الكليات، وهذا يتعارض مع القانون. فرجاء أي مداخلة تكون لابد أن يتوخى فيها الدقة. لم يتبقى لدينا إلا الجامعات دكتور نعتبرها دكتور رمزاً. دكتور أريد أسألك دكتور جنابك عميد طريقة توجه الجامعات يعني ما ممكن أن نعطي معلومة مغلوطة للمجتمع، هذا غير صحيح. تدخل أسلحة للجامعات لم يدخل أي سلاح طيلة السنوات السابقة، والمدراء العامون مقبولون بالجامعات العراقية ويخالف القانون. فالأخ المداخل أعطى معلومة غير صحيحة. نعم معك أخي الكريم. طيب احنا نشكرك دكتور ونشكر انضمامك معنا في حلقتنا لهذا اليوم. مسرورين جدا دكتور محمد ربيعي عميد من كلية التربية جامعة بابل معنا الآن. دكتور محمد من جامعة الديوانية، تفضل عيني دكتور محمد. عليكم السلام، تفضل عيني دكتور. تحياتي لك ولضيفك ولعنوان برنامجك الطيب. شكرا لك عيني. استاذ العزيز بالنسبه لما حدث في جامعه القادسيه، انا حقيقه طالب مع احترامنا لطلابنا هم كلهم ابنائنا، يعني ما عندنا هذا بهذا المعنى، هم طلابنا ابنائنا واولادنا وتربيتهم واخلاقهم احنا مسؤولين عنها، احنا اللي ربيناهم وتربيتنا هاي، فاحنا ما نتبرى من عندها ولا. لكن انا اقول هو الضيف اللي دخل للجامعه عنده عنوان غير العنوان السياسي، مثلا هو اكاديمي نحن شهاده اكاديميه، عنده في جانب بحثي، عنده في مؤتمر علمي في يوم من الايام، رجال هو رجل سياسي جاي يتكلم، فش يتكلم مع طالب؟ يتكلم معه ايضا بالموضوع السياسي. فما اخذ شيء اللي يوصل الامور الى تأزم ان يكونون ابنائنا بهالمستوى يتأزم الموضوع معهم، ابدا ابنائنا عبروا عن ارائهم، احنا نخليهم يتعلمون يعبرون عن ارائهم بكل صراحه، ويانا احنا اباهم، احنا قادتهم ندعي قادتهم وجينا نحكي وياهم. لما يتكلم ابني ويخطأ في البيت، لو أنا أشعر تجاه أن هو ابني أنا أصحح له بهدوء، ما أصحح له أحطه وحجزه وأظل أسولف وياه وأقول له أنت مسرحية وأنت كذا وأنت سويت كذا وأنا راح أسوي لك هالمسرحية. هذا العتب، إذا أكو عتب فعتب على علينا إحنا ما عرفنا كيف نصيغ الأمور وكيف نعالج الأمور وكيف هذا. وأنا أشكر أرجو أن أكون أقبلت على حضرتك. شكرا عيني. شكرا دكتور. عاود بينا ايضا دكتور نظام عبد الحسين من الديوانيه، وراح ارجع لك حول ما ذكر الدكتور محمد من الديوانيه. تفضل عيني نظام من الديوانيه، خلينا نسمع رايك. عيني الله يسعدك، شلونك استاذ ازمر؟ اهلا بك عيني، تفضل. الو شلونك استاذ ازمر؟ تفضل اخي نظام، تفضل. تفضل اهلا بك استاذ ازمر، الله يسعدك، شلونك شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. الو انت على الهواء عيني نظام، تفضل نسمع رايك. تحيات الدكتور حيدر. الو اهلا وسهلا اخي نظام، احنا زينين الحمد لله، خل نسمع وجهه نظرك عيني. يبدو اننا فقدنا الاتصال. ارجع لك بما ذكره الدكتور محمد من جامعه ديوانيه، قال يعني هو مكان البحث العلمي، لماذا تستقبل فيه شخصيات سياسية؟ يعني اولا بصراحة شديد يعني انا اعلن امام الجميع اني اتفق مع الدكتور محمد من الديوانية، اتفق معه تماما بان القيادات الجامعية تقع عليها مسؤولية حماية الجامعات من هذه المهاترات ومن اي تداعي محتمل حينما تستدعى شخصية ويستدعى ضيف تحت توصيف معين وبعد
بعد ذلك تنفلت الأمور من أيديهم ويحرجون وتحرج وزارة التعليم العالي ويحرج الطلبة ويصير عملية يعني خلط لأوراق يعني غير مقبولة. نعم أتفق معها تماما بأن المسؤولية تقع على عاتق الجامعة كونها استدعت الضيف وعليها أن تؤمن له مكانا والضيف محترم. أما يعني ذكر موضوع أنه موضوع السياسة، حقيقة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا لم تكن هناك حديث عن السياسة، وإنما هو أصل الاحتفال بانتصارات القوات الأمنية والحشد الشعبي. طيب. واستدعي بهذا التوصيف. طيب خلينا الآن وأيضا مشاهدين الأكارم خلونا نروح إلى فاصل قصير ونعود من بعده. أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي وبضيف حلقتنا الدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور طبعا قبل أن نرجع لك ونرجع للحوار مع مشاهدينا الأكارم، كاميرتنا رصدت المزيد من آرائكم، دعونا نتابعها ثم نعود إليكم. السياسة مدمرتنا محطمتنا يعني ما مخلينا حتى نشم نفسنا، يعني بحيث انه حتى بالجامعات مسيسين ناس لغرض يعني امور لهم، ما اعرف المدراء هم بالاحزاب، يعني يا ريت مثل ما يعممون على الجيش انه ما يصير يمتنع انه بحزب او بشي بشغلات، يا ريت انه هم نفس الحاله يسووها بالجامعات، يا اخي المدراء شنو هاي انتم وين المن؟ زين ما يصير هالشكل، يعني طالب جاي طالع يعبر عن ال- 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 الشيء اللي ظالمه وده يعبر به للناس المعنية ولل ما مأذي أحد ولا قايل لأحد شيء، ولكن كل ما هنالك طالعين مظاهرة إنه يقولوا للشخص المعني وصل حدها، يعني أنت ما قاعد تسوي لنا شيء، فأنتم ليش تحركون جماعاتكم حتى بفلوس ومبالغ؟ يعني ذاك حق وهذا ما إلى حق، يعني الفقير إلى الله يمذل طلابنا ومستقبلنا، يعني حتى هذا تريدون تهدموه؟ حتى هذا الصوت اللي إحنا ندعمه كناس عاديين، ندعم الطالب وندعم الجامعيين في سبيل يوصلونه يعني حتى البلد يرتقي إلى مستوى عالي، أنتم ليش هالشكل تدفنون؟ اليوم نلاحظ أن الكثير من الأحزاب السياسية يعني تسيطر على المشهد السياسي بداخل الجامعات، القاعات الدراسية، قاعات المؤتمرات، قاعات المحاضرات تكون تحت تنظيم وإشراف جماعات أو جمعيات ترتبط بأحزاب سياسية. حتى النشاطات الطلابية ممكن أن تكون نشاطات طلابية مسيسة، فأكو فرق بين المطالبة العامة والطلبات العامة الشعبية اللي يتفق عليها جميع الطلبة وبين الطلبات الخاصة والفئوية والحزبية اللي تخلق صراعات داخل الحرم الجامعي. احنا كطلبة نعاني من تسييس الجامعات وخصوصا بقبول الماجستير والدكتوراه، فالقبولات بما أنها عدد قليل تقبل الجامعات تقريبا 6 أو 8 مقاعد للماجستير، اتحدث عن القانون كلية القانون، فالثمان اشخاص يعني دائما هاي الثمان اشخاص مو أي اشخاص عاديين، دائما لهم علاقة، لهم نفوذهم السياسي، علاقاتهم اللي هي تخليهم على هذا الاساس تنقبل مو على اساس المعدل. اهلا ومرحبا بكم جديد احبتي. دكتور استمعت الى الاراء واريد اسالك يعني ايضا أثر النشاط السياسي بالجامعات على المستوى العلمي والأكاديمي؟ والله أنا سمعت إلى مبالغات بصراحة، يعني إنه السياسة كثير من بحيث وصلت الأمور إنه قاعات الدراسة، المحاضرات، يعني لا يوجد شيء من هذا القبيل بصراحة. قاعات فيها أساتذة، فيها أكاديميون، نعم قد نقتنع ب أو أن توجهات وجهات نظر سياسية، بس ما نسقطها داخل القاعات ولا نتحكم بتوزيع القاعات وفق الأجندات السياسية، هذا لا يوجد مثل هذا الكلام بصراحة. يعني يوجد بصراحة أكو قصور باستيعاب المعادلة التعليمية داخل الجامعات. يعني سبع قبل قليل يعني ربما يرتبط بهذه الملاحظات أنه التعليم فشل، أن الطالب يتخرج ولا يجد له عملا،
مسؤولية إيجاد العمل تتضافر بها كل مؤسسات الدولة. وزارة التعليم العالي مسؤوليتها بالدرجة الأساسية مهمة ثقافية معرفية، وترفد مؤسسات الدولة بالكوادر. استيعاب هذه الكوادر والمتخرجين هي مسؤولية مؤسسات الدولة برمتها. أما هيمنة هذه التفاصيل السياسية على كل مجريات الجامعة بصراحة هي مبالغة ولا نجد طيب لها أثر. خلنا نسمع حيدر من الديوانية، انتظر طويلا. حيدر تفضل نسمع رأيك. السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم. عليكم السلام. عليكم السلام بي. أستاذ بالنسبة لما حصل بجامعة القادسية، أنا إعلامي وكنت موجود داخل القاعة. نعم. أستاذ ولد طالب موجود داخل القاعة قام يصيح إيران برا، فجو من مال الجامعة قالوا له ما يصير وهذا ضيف وجاي علينا ما يصير. هاي طبعا حماية شيء قيس الخزع اللي ماكو بس اثنين موجودين داخل القاعة والباقين برا خارج الجامعة. فبعد الاستراحة هم ينهم عادل الموضوع إيران برا، جو الوليد حماية الأمن الجامعي كانوا طلعوا برا، يعني اللي طلعوا برا بعدين يعني حتى آخر شيء ولد للشيخ قال له يعني قدام الحضور قال له يا أبي أخي الشيخ قال ممنوع. طيب وأطلق النار منو أطلق النار حيدر؟ منو أطلق النار؟ أنا كنت بداخل القاعة ما نعرف من اللي أطلق النار برا. طيب شكرا عيني أشكرك. حمزة من واسط. شكرا عيني حيدر. حمزة من واسط تفضل. حمزة السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. عليكم السلام تفضل حمزة. أستاذ العزيز، الفشل بالجامعات العراقية ليس فقط الفشل في تأسيس الجامعات، الرسالة العلمية وخاصة يعني ندعو من خلال قناتكم، ندعو وزارة التعليم العالي النظر في الدراسة المسائية. الدراسة المسائية فشل ودمار شامل للتعليم بالعراق، يعني كأنما جايب بأجر يعني يقضي يومه ويرجع. لا رصانة علمية، لا تعليم صحيح. زين هذا يتخرج وأكثرهم من أحزاب وأكثرهم من منظمات وأكثرهم يعني هذا راح ينافس أبو الصباحي بالتعيين وراح يأخذ التعيين من أبو الصباحي وهو طيب. الألف من الياء ما يعرفوها يعني مشكلة. شكرا حمزة نشكرك ولضيق الوقت نعتذر منك. مهندسة سمر من الديوانية تفضلي. مهندسة سمر السلام عليكم. عليكم السلام. أنا تفضلي أنت على الهواء مهندسة سمر. الأوسط التقنية. إيه جاء اسمع. أنا خريجة جامعة الصراط الأوسط التقنية. نعم. ألو أنا خريجة جامعة الصراط الأوسط التقنية. بس أريد أسأل دكتور حيدر، أنا ساسة على قسمي خرجت سنة 2014 وجامعتي دزت أسامينا للسنوات الثلاثة الأخيرة الأول على قسام حسب توجيهات رئيس الوزراء التعيين على ملاك الجامعة يعني من شهر الواحد يعني 125/1 طيب. رقم الكتاب 7/931 طيب. الحد الآن ما أجانا أي رئيس مهندسة سمر. ألو أيضا طيب مهندس سمر انا اشكرك واعتذر منك. احنا يا ريت كنا نسمع منك تعليق حول موضوع حلقتنا لانه اقتربنا ايضا من نهايه البرنامج. استاذ مثنى من القادسيه تفضل. عيني استاذ مثنى. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ السلام عليكم. تعال الهواء عيني استاذ مثنى تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك. انا عندي الحقيقه نقطتين هنا احاول ان أبينهم. النقطة الأولى هي نعم. أنه قضية إطلاق النار الجميع يدري من أطلق النار. نعم. من أطلق النار؟ نعم. يعني هو اللي كان موجودين يعرف إحنا ليش المتصل الأستاذ حيدر يقول إحنا ما نعرفهم أو كذا شيء يعني نعرف القضية. وبالنسبة أسأل الآن للمحافظة ضيفك يقول إنه ما المحقق تقديم دراسات وقبور شيء داخل الجامعات لكونوا أعضاء مجالس جاب العكس. شكرا استاذ مثنى انه اشكرك
أعتذر منك لضيق الوقت، خلي أسمع منك تعليق قبل أن ننتهي دكتور. والله يعني كل التعليقات اللي هي قد تنطلق من حرص بدون شك، لكنها ما أعتقد بحال من الأحوال قد غادرت ذاكرة الاستهلاك التي تنطلق من الحالة السلبية وجلد الذات، خاصة العراق يجلد ذاته بقوة، فلذلك سمعنا الفشل. طيب السقوط. أنا أشكرك دكتور، كان بودنا أن نستمر لكن انتهى وقت البرنامج. أحبتي الكرام، في ختام حلقتنا لكم أجمل التحايا من كادر البرنامج، ملتقانا معكم الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.